هذا تتعرض 100 وانا 1000. طلع على البركان فتح حمدان. رحمات خربت رجعت خربت تدري نفحط اذا كنت وراه انا حاطط تصور ما تلعبها هو كان مرتبط كل شيء قدام او يمين او يسار يبغى يروق يبغى ينطق ما فحط محله اختلاف الوقوف ثم يتحرك اذا صار الاختلاف يد الوقوف وصادف انه اللحظه اللي كان ناوي يوقف فيها ثم يتحرك على طول خاف من السياره برضه السياره طلعت صوت والكفر فانا ما اقدر انطلق قدام ما اقدر اروح يمين ما اقدر اروح يسار وكانت اني اوقف ثم يحركني على طول طيب في اللحظه اللي كنت ناوي اوقف فيها ما ابغى اوقف خاف من السياره وراي ايش اسوي؟ فحط محله كانك زي لما تحط الجير الفاضي وتكبش بنزين عشان يفحط محله اخذ يمين الناس يصير يعني طلع طاقة المحلة بس ما تنفهم إذا كان شغل الشخص خطأ شوف كيف قاعد عند الكيس Cut.
كذا بين الشجرتين شوفها اتوخى عليها. طفت هي بتطلع اتاخرت بس انها طفت. لا تطفي انت مدري عندي